ليفنتي الدور الدور الاسباني الدرجه الاولى الجوله الثامنه، ويساعدنا كيفاش غرناطه وين رغم ان النقص العددي من الشوط الاول في الدقيقه السادسه وين ماكسيم وين خرج في الدقيقه 16، يعني وين ماتشينز اللي سجل الهدف في الدقيقه الثامنه وين لعبوا بنقص عددي من الشوط الاول، نقولوا الشوط الاول من الدقيقه 16 لعبوا بنقص العددي، وين شفنا كيفاش لعبوا بخطه 4 4 1، شفنا ليفانتي وين لعب بخطه يعني 3 5 2 يعني بدون جدوى، وشاهدنا كيفاش 39% نسبه استحواذ الغرناطه، 90 تمريره فقط، 198 تمريره ليفانتي، 61% نسبه استحواذ، رغم ان الاستحواذ والضغط كان من جانب ليفانتي، لكن غرناطه شنا سيلفا لعب دور كبير هذا الحارس، شنا كيفاش دوارتي، شنا خيسوس، شنا جيرمان، كارلوس، انخيل، لويس، شنا ماكسيم اللي خرج بطاقه الحمراء، انطونيو، ديروين، مارشينس المسجل الهدف في الدقيقة الثامنة، شدنا ليفانتي، ارتور، شدنا في الحراسة، شدنا خور، شدنا كيفاش روبن، سيرجيو كارلوس، روبن، راتشيني، مالسا، شدنا كيفاش خوسي لويس، يعني مارتيا، رغم أن التغييرات اللي دارهم لكن بدون جدوى. وشاهدنا كيفاش المدرب اللي المدرب تاع غرناطة اللي دخل بخطة في الوهلة الأولى بربعة 4-2-3-1 بعد خروج اللعاب وين لعب بخطة نقولوا خطة 4-4-1، شاهدنا كيفاش ليفانتي اللي دخل بخطة نقولوا باللي دخل بخطة 4-4-2 بعد شاهد باللي غرناطة نقص العددي قاعد يلعب بثلاثة 5-2 يعني من أجل الفوز بنتيجة ارتياحية، لكن شاهدنا الشوط الأول وين تهدف لهدف، الشوط الثاني وين غرناطة لعب مباراة بطولية، هذه هي الجولة الثامنة، غرناطة ليفانتي هدف 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 لهدف في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.